حتى هذه اللحظة لم تصل أي من الوفود، ولكن مرتقب خلال الساعات القليلة المقبلة أن يصل وفد حماس أولا. هذا الوفد سيشارك في هذه الاجتماعات برئاسة خليل الحية، ومعه عدد من المطالب التي أقرتها حماس وأصدرتها في بيان لها، وهي التأكيد على وقف العدوان الكامل على قطاع غزة، بالإضافة أيضا إلى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وأيضا إتمام صفقة تبادل أسرى ومحتجزين بصورة كاملة، بالإضافة أيضا إلى العديد من المطالبات الأخرى المتعلقة بعودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله خلال الفترة المقبلة لوقف يعني التكدس الموجود بجنوب القطاع في هذه الأونة. هذه هي مطالب حماس التي كانت يعني قدمتها للجانب المصري أيضا في اجتماعهم الأسبوع الماضي، ولكن يعني هذه الاجتماعات تأتي هذه المرة وسط جهود متواصلة من قبل الجانب المصري، حيث أكدت مصادر مصرية للغد بأن هناك اتصالات مكثفة أجريت على مدار يوم أمس، حاولت من خلالها السلطات المصرية والمخابرات العامة المصرية أن تقرب وجهات النظر بين كافة الأطراف، سواء أطراف التفاوض وهي مصر وقطر والوكالة الاستخباراتية الأمريكية، أو حتى الأطراف الأخرى المعنية بهذا الملف وهي الجانب الإسرائيلي وجانب حماس من ناحية أخرى. وتحاول مصر منذ الاجتماعات يعني أو الاتصالات التي كثفت على مدار يوم أمس أن تقرب في وجهات النظر، حيث تأتي هذه الوفود اليوم من أجل إجراء مفاوضات غير مباشرة، وهذا يعني أن وفد حماس يلتقي بالوسطاء أولا وسيقدم مقترحاته وما يمكن أن يتم العمل على هذا النحو من يعني تقريب لوجهات النظر. مصر بطبيعة الحال ستحاول أن تعرف مطالب حماس وما يمكن أن يتم تقديمه من تنازلات من قبل حركة حماس قبل أن تقدمه والأطراف المعنية إلى الجانب الإسرائيلي، وأيضا تعرف منهم مطالبهم وما يمكن أن يتم العمل عليه. هذه المفاوضات ستبدأ خلال الساعات المقبلة وتستمر على مدار الساعة من أجل التوصل إلى نقاط تفاهم، ولن تكون على مدار يوم بل ربما تمتد لأكثر من يوم. ربما خلال الساعات المقبلة أيضا تتضح الصورة أكثر حول عدد الأيام وجدول الأعمال بصورته الكاملة، ولكن ما يمكن أن يعني يبرهن حتى هذه اللحظة أن الجهود المصرية تحاول أن تصل إلى تفاهمات ربما من أجل إنجاح يعني صفقة تبادل الأسرى وأيضا الهدنة في قطاع غزة مع بداية عيد الفطر المبارك والذي يفصلنا عنه أيام قليلة من الآن.